السلام عليكم. انا شكري وهعمل معاكم النهارده السوربيه او الجرانيتا زي ما انتوا بتقولوا عليها، نوع من انواع المثلجات اللي الولاد بيحبوها قوي. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وخامتها موجوده في كل بيت. عندي 400 جرام ميه اهو، وعندي 400 جرام عصير تقيل، ده عصير مشمش، وعندي ربع كيلو سكر، وعندي عصير ليمونه. انا بعتذر عن الصوت، عندي شويه برد. هنحط السكر على الميه، وهنخش بيهم على النار. مجرد ما يغلي هنديله الليمون بتاعه على طول. حطينا الحل اهيت على النار والسكر، وبنقلب فيها ندوب السكر اللي فيها. انا بدوب، انما لو بعمل كراميل بسيب السكر ما بقلبش فيه، انما انا بعمل شربات دلوقتي. اهو قلبناها شوية وهنسيبها تغلي. بعد غليانها هندي لها الليمون بتاعها. اهيت بدأت تغلي اهيت. بعد ما خدت الليمون هتقعد تغلي بالظبط 4 دقايق من بعد الغليان، يعني من بعد ما تاخد الليمون بتاعها. هي غلت، ادينا لها الليمون، بعد الليمون 4 دقايق تغلي، وبعدين هديلها العصير بتاعها اللي هو عصير تقيل اهوت زي ما انتوا شايفين، وهقلبه كويس في الشربات بتاعها. فانا حطيت الحل على النار، السكر غلي، اديت له الليمون عصير الليمونه، وسبته يغلي 2 3 دقايق كده بعد العصير الليمونه، وبعدين اديته الشرب العصير بتاع الفاكهه اللي انا هعمل بيه. انا هعمل بمشمش زي ما قلت لكم، وهدي العصير وهسيبها برضو تغلي 2 3 دقايق بعد العصير، يعني بعد ما حطيت العصير هسيبها تغلي 2 3 دقايق كده. الغلوتين دولت علشان تدي عرق مع السكر، لان الجرانيت او السوربيه بيبقى كله تلج مكسر، انما دي هتشوفوها عامله زي الايس كريم، مش زي الجرانيت. اهيت طلعناها بره النار اهيت. خلاص هحطها في صينيه او حاجه وهسيبها تبرد خالص، وبعدين بعد كده هحطها في الفريزر. لو زي ما انتم شايفين فرغناها، وبعد كده هسيبها تبرد بره خالص، مش هدخلها التلاجة وهي سخنة، هتبرد خالص وهدخلها الفريزر تاخد وقتها لحد ما تجمد بقى. اهي زي ما انتم شايفين جمدت اهيت قدامكم اهيت. هبدأ اغرفها، هنشوفوا بقى شكلها. مفيش كسر، شايفين عاملة زي الايس كريم، سحبت المعلقة فيها عاملة ازاي. ده بقى ليه؟ ده من العرق اللي احنا عملناه بالشربات على النار. شايفين عاملة زي الايس كريم ازاي، ودي ميه وسكر وعصير اهيت. جميله جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واحسن من الحاجات اللي الولاد بيشتروها من الشارع ديت اهوت. شايفين هنعمل ازاي، الموضوع كله 400 جرام ميه وربع كيلو سكر و400 جرام عصير. اي نوع عصير بيتعمل تعمليه بالمقدار ده، 400 جرام، الا نوع عصير واحد بس هو اللي بنعمل فيه نص كميه العصير اللي هو عصير الليمون. يعني لو هتعملي ليمون هتحطي 200 عصير، اي عصير تاني 400. دايما الليمون نص الكميه، ده النوع الوحيد اللي بحط فيه نص الكميه. كل الانواع التانيه 400 جرام، 400 ميه و400 عصير وربع سكر. اهو زي ما انتم شايفين شكله، اهو زي ما قلت لكم ده ايس كريم، مش سوربيه ولا جرانيتا. اهو شايفين شكله وطعمه جميل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. اهو شكله جميل وطعمه هتدوقوه هتلاقوه احلى من شكله كمان. انا زودت ده مشمش،
تلاقي شوية شوكولاتة على الوش كده بس عشان ايه الشكل شكلها. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.